أخبار اليوم. كان معنا البطل عوضين، حضرتك لو شفت جثته هتلاقي صبعه عامل كده، صبعه عامل كده على السلاح، ميت صبعه عامل كده، كانش عايز يسيب السلاح. إبراهيم فضل له شهرين ويخلص جيش، كان بطل برضه، كان في لها كل عن 4 تحت بيحاولوا يهجموا علينا يخشوا علينا البيت. إبراهيم شاف واحد منهم نزل له تحت على السلم قدامه، راح جاي ضربه، 2 تانيين ضربوا إبراهيم من ظهره. إبراهيم هو كان بيموت الواحد ده، كان بيموته يعني شدة الحماس اللي إبراهيم كان فيها، كان مجمد على السلاح، لما خد الطلقة من ظهره صبعه دنه مجمد على السلاح. لما جينا نشيله بعد ما الدعم جه بنلم الشهداء، مش عرفنا نشيل السلاح من ايديه.